تواصلت الفعاليات يوم أمس على مضمار حلبة البحرين الدولية، موطن رياضة السيارات بالشرق الأوسط، ضمن منافسات اليوم الثاني من سباق الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019، والذي سيستمر حتى يوم الأحد 31 من مارس الجاري. وتلألأت سماء الصخير بالنسخة 15 لسباق الفورمولا 1 إلى جانب السباق 999 للبطولة العالمية، معلنة انطلاق أول سباق ليلي لهذا الموسم إلى جانب جدول حافل بالسباقات المساندة والفعاليات الترفيهية. وتم الإعلان يوم أمس عن نفاد تذاكر نادي البادوك إلى جانب تذاكر المنصة الرئيسية وقاعات الضيافة للشركات، وشهدت قرية الفورمولا 1 في منطقة الترفيه حضورا جماهيريا كبيرا لمعايشة أجواء الحدث الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. يعني هيدي أول فترة للتجريبية للفورمولا 1، ولكن قبل منهم كان الفترة التجريبية للفورمولا 2 وأيضا البوش. الفترة التجريبية بالنسبة للفورمولا 1 هي فترة تجميع الداتا عشان الفرق بعد أستراليا. ما ننسى أنه حلبة البحرين مختلفة كليا، حلبة مبنية على قيم وقوانين وديزاين تبع الاف اي اي، يعني حلبة مكتملة من البداية للنهاية. هذه الحلبة بالتجارب هي مجرد مثل ما قلنا كولكتين داتا مشان يساوي سيت اب للسيارة وقت التجارب التأهيلية وقت السباق. نحن من سنة 2004 كل سنة عن سنة نطور كل الفعاليات وراء المنصة الرئيسية، ولكن هذه السنة ضفنا رونق جديد يلي هو الفيري ويل يسمونه، أو الجو ميري راوند يسمونه بالإنجليزي، والهونتد هاوس أو بيت الأشباح، وأيضا في ألعاب صغيرة حق الجهال أو الأولاد الصغار. والله جاي الفعالية، يعني من سنين سمعنا الفورمولا حلوة، فيها فعاليات واجد والتنظيم حلو، فجيت أشيك الأجواء. كسنين طافتني أنا قبل، قلت خلى التجربة ما تطوفني. اليوم أنا شفت السباقات وشفت إنه يشيلون التواير شلون السرعة، وحلو إنه سووا إنه يعني إنه إحنا نجرب شلون هما يعني يسوون، لأن يبون نأخذ دور في يعني شلون إحنا يعني شلون هما يحسون. وأنا أحس إن هاي الشيء وايد حلو، لأن يعني مو بس نطالع نسوي، يعني فعاليات إن نسوي ونطالع، في ألعاب في أكل، في يعني وايد حلو المسابقة، وأتمنى إن فراري يفوزون.